اهلا بيكم. بنطبق الجزء التاني في التطبيق على الايمج بروسيسنج، ودي كانت يمكن من موضوعات المنهج عندنا. بعض العمليات الاساسيه بنعمل الجنب اللي هتفهمنا ازاي نطبق الحاجات المشهوره في الايمج بروسيسنج. اول حاجه بفتح صوره من ضمن صور الويندوز عندي بالشكل ده مثلا، بفتح قائمه ايمج، وبعدين بختار مود وجري سكيل، ودي تبقى اول عمليه عندنا اللي انا احول الصوره فيها من الوان لصوره ابيض واسود. ودي يمكن بتفيدك اذا انت بتعمل طباعة مثلا في طابعة مش الوان، فممكن تفيدك الطريقة دي. في الجزء ده من الفيديو ان احنا هنعمل كل عملية وبعدين نعمل كنترول زد عشان نرجع لاصل الصورة قبل ما نطبق العملية الجديدة، بحيث يبقى في كل وقت عند حضرتك دايما ان انت عارف قبل وبعد العملية ايه الفرق اللي حصل. فانا كده دلوقتي جربت اللي هو اول حاجة تحويل لجري سكيل، هبدأ اعمل كنترول زد واطبق تاني عملية بعد كده اللي هي ان انا اوازن ما بين الالوان عندي. فبفتح قائمة colors color balance، بتظهر لي الويندو دي. نبدأ نشوف ايه الاعدادات المشهورة اللي فيها. الاعدادات بتاعتها بتقسم لي الصورة الالوان اللي عندي لثلاث درجات الوان: الالوان الغامقة بسميها shadows، الالوان المتوسطة بسميها mid tone، والالوان الهايلايت اللي هي الالوان الفاتحه. بفرض مثلا انت عايز تغير توازن الالوان الغامقه بحيث مثلا تزود نسبه الريد فيها، فانا هغير حاجه والاحظ ان انا عامل بريفيو في نفس اللحظه، تمام؟ فهنشوف لما نزود الاحمر في الالوان الغامقه ايه اللي هيحصل. الصوره عندي بدات الاحمر فيها يزيد شويه، درجات الاخضر دي بدات تقلب احمر، وبدانا نوصل مثلا لشكل زي اوراق الشجر الخريف كده. طيب رجعت الدرجه دي تاني زي ما كانت، وبزود مثلا درجه الجرين، مش هيبقى في فرق كبير قوي لان الصوره اصلا فيها جرين. زودت مثلا درجه الماجنتا كده، بدات اطلع لون درجات بنفسجي شويه. زودت لون الاصفر، بطلع تاثيرات مختلفه في الالوان الغامقه اللي في الصوره، يعني هتلاحظ الدرجات الغامقه هي اللي بتتاثر معايا. طب فرضا مثلا عايز اغير لون ورق الورد ده، طيب ورق الورد ده درجات فاتحة، فمش هشتغل بقى على الشادوز، لا هشتغل على الهايلايت. فالأول هعمل ريسيت رينج للألوان الغوامق للشادوز، وأركز بقى على الهايلايت. مثلا عايز أزود درجة الأحمر في ورق الشجر، في ورق الورد، لكن خلي بالك ورق الشجر غامق فما تأثرش كتير قوي بالتغيير الريد اللي أنا عملته. عايز أزود مثلا الماجنتا، عايز أزود الأصفر، فهنا انت عملت تغيير في درجات الفواتح بس، فدرجة الالوان الفاتحة في الصورة عندك. طيب هضغط كنسل وارجع تاني اشوف العملية اللي بعدها. هنا احنا عايزين نجرب حاجة اسمها ثري شولد. بفتح قائمة كلرز وبعدين ثري شولد. فكرة الثري شولد ايه؟ ان انا عايز احول الصورة كلها ابيض اسود بس انهي لون هيتحول لابيض وانهي لون هيتحول لاسود. بتلاحظ عند حضرتك كده في الشاشة اللي طلعت في مؤشر مثلث لونه اسود كده، وفي على اليمين خالص مؤشر ابيض. الرسم الباني اللي قدامك ده اللي هي درجات الالوان اللي في الصورة، اللي ما بين الاسود والابيض ده بيتحول، ما بين المؤشرين دول بيتحول لابيض. الدرجات اللي بره بتتحول لاسود. طيب فرض مثلا عايز ازود كل الدرجات اللي في الصورة اصلها بتتحول لابيض، فكده تقريبا الصورة كلها بقى لونها ابيض. فكده دلوقتي انت ممكن بقى تتحكم ايه اللي يبقى الرينج بتاعك المناسب. انا مثلا عايز اركز على رينج معين، فممكن انا اشيل حاجات معينة، ولاحظ ان الصورة بتاعتي بدأ يبقى فيها تظليل شوية لبعض المناطق باللون الاسود او حدودها، وده يمكن تأثير يعني ما هوش ممتع قوي بالنسبة لنا، لكن في بعض الاحيان بيفيد في المجالات الطبية، بيفيد مثلا في التأثيرات الإعلانات أو أفلام الخيال العلمي أو حاجة زي كده. هنضغط كنسل ونرجع تاني للصورة زي ما كانت. طيب أنا ممكن أجرب إيه تاني؟ عايز أجرب قائمة invert، بفتح colors وبعدين invert، ودي بتعكس لي اللون، يعني كل لون بيجيب اللون المقابل ليه في تدريج الألوان اللي عندي. فممكن أعمل invert مرة أطلع الشكل ده، وأعمل invert تاني مرة أرجع للون بتاعي، زي فكرة الموجب والسالب كده. طيب الاختيار اللي بعد كده، في احيانا لما بتيجي تطبع على صوره الوان بيبقى فيها درجات الوان كتير قوي، فمش كل الدرجات بتبقى متوفره ليك، فبحتاج حاجه اسمها بوسترايز. بوسترايز دي يعني ايه؟ نفتحها الاول.
هنا دي ينفع المفروض فيها ان انا بقلل درجات الالوان المتاحة عندي. كده انا بقلل درجات الالوان قوي، كده بزود الالوان قوي. الصورة المفروض الوانها بتتغير حسب درجات الالوان المتاحة. يعني انا هنا مثلا بقلل درجات الالوان قوي، ففي الوان كتير قوي بتتقرب لبعض، بتتقرب درجات تانية، بحيث ان انا يبقى عدد الالوان اللي عندي قليل. هنا مثلا تلاحظ ان معظم الالوان اللي عندي اسود اصفر اخضر ابيض ودرجات ازرق مثلا. ابدا ازود شويه الباستورايز ليفل، بلاقي ممكن مثلا تركز على ورق الشجر هنا، لاحظ لك الفرق قوي. هنا ورقه الشجر كان لونها اخضر برضو من شويه، لكن ما كانش فيه النقله المفاجاه دي بين درجه الاخضر الفاتح والاخضر الغامق ده. اذا زودت شويه درجات هتلاحظ، ركز لي على ورق الشجر كده، تلاحظ ان في درجات اخضر بتختفي او بتظهر، تمام؟ وبناء عليه الصورة عندي بتتعدل شوية. طيب الجزئية اللي بعد كده ان انا عايز اتحكم في درجة اضاءة الصورة، فبفتح colors وبعدين اختيار اسمه brightness contrast brightness اللي هي درجة الاضاءة، يفتح كده بغمق الصورة كلها كأنها متاخدة في اضاءة قليلة، او بفتح قوي فيبقى اضاءة عالية قوي عندي، ده ال brightness. طب ال contrast، ال contrast اللي هي درجة التباين ما بين ألوان، يعني لما يبقى في عندك ألوان غامقة وفاتحة. إذا أنا عايز أزود الفروقات دي قوي بين الغامق والفاتح بزود ال contrast، لكن عايز أقلل الفروقات، الدرجات العالية قوي تقل شوية والدرجات القليلة قوي تزيد شوية، فيبقى الفرق اللي في النص بينهم يقل، فيبقى كده الألوان باهتة في بعض السنة، فهو ده اللي بسميه ال contrast. الاختيار اللي بعد كده ان احنا نجرب ان احنا ممكن تعمل شوية افكتس تانية في الصورة عندك. يعني في مثلا في قائمة ايمج حاجة اسمها بلر، بلر دي ان انا بخلي الصورة الوانها تبقى متداخلة في بعض قوي. في ممكن افتح في قائمة بلر كذا اوبشن، في مثلا جاوسيان بلر او موشن بلر، تعالوا نجرب موشن بلر. بيطلع لي بعض الفلترز شاشة بريفيو كده صغيرة كده، مثلا دي الشاشة الأصلية بتاعتي، الصورة الأصلية بتاعتي. تعالوا مثلا ناخد بالنا من ده. إذا أنا هزود قوة البلر فهتلاحظ إن الصورة اتغيرت جدا، معلمها مش واضحة، أقلله حاجة بسيطة فبدأت الملامح تبقى باهتة بس باين إن في ورد. نفس الكلام بقى إذا أنت عايز تختار فلاتر تانية، في فلاتر تانية بتحاول تعملها مثلا ايه، شاربن. شاربن يعني ايه؟ يعني بزود التفاصيل، الحدود بتاعة الخطوط اللي في الصورة. يعني مثلا عند حضرتك ورق الشجر ده الشكل الطبيعي بتاعه. طب اذا زودت الشاربن شوية كمان هتلاحظ ان الدرجة هنا زادت سنة، كأن الخط ده بقى محفور شوية في حجر او حاجة زي كده، فبقى الخط باين قوي. في المقابل انا هنا مش بركز الوان الصوره الاصليه، انا بركز على فيتشر معين عايز ابينها قوي، حدود درجات الوان معينه حاجات زي كده، لكن مش الهدف ان انا استبدل الصوره الاصليه، لا ده انا عايز اطلع معلومه زياده منها. طيب في فلترز تاني ممكن تتكلم عليه اسمه ايدج ديتكشن. ايدج ديتكشن ده اذا انا جربته، اختار ايدج ديتكت وبعدين ايدج، فده كده بيحاول يطلع لي المحيط للاشكال الاساسيه اللي عندي. نجربه كده، انا قلت اوكي، كده بيطلع لي محيط بتاع ورق الشجر، بتاع الورد، بتاع الاشياء الحاجات الموجوده عندي في الصوره. ما بيهتمش قوي باللي جوه، اللي جوه ده بالنسبه لي بيبقى مش محيط، فبركز اكتر في الايدج ديتكت على المحيط عندي. عملنا كنترول زد. في بقى شويه تاثيرات تانية ممكن تجيبها، مثلا حاجه اسمها ارتستيك كرتون، ان انا احول صوره متاخده في منظر طبيعي لشكل شبه كرتوني شويه، كانه متصور في مرسوم بايد. نشوف مثال على كده، ادي الصورة قبل وادي الصورة بعد، فبدأ فيها سنة كأنها مرسومة بريشة رسام مثلا أو حاجة زي كده، فالألوان اتغيرت سن. احنا بنتكلم دلوقتي على تأثيرات في الألوان، ممكن تهم المصممين، ممكن تهم إن أنت تعمل تأثيرات في الصورة بتاعتك حاجات زي كده. في مثلا حاجة اسمها لايت أند شادو، دي ممكن أطلع منها تأثير ألوان معينة، وليكن مثلا جريديانت فلير، ده انا عايز اعمل حاجه زي لمبه كده بتنور في المشهد بتاعي. لاحظوا مكان ما انا بعمل كليك بالماوس في حاجه زي لمبه بتعمل اضاءه كده، ليها انواع معينه ممكن اتحكم فيها،
دي مثلا ممكن تحاكي تأثيرات إن في شمس عملت انعكاس في صورة معينة أو حاجة زي كده. في قائمة نويز، نويز دي ممكن تستخدمها برضو، إنها تخيل مثلا HSB نويز، إذا زودناها نزود مجموعة معاملات معينة كده عندنا. النويز دي في منها أنواع، نجرب نوع أوضح شوية. هنا النوع ده واضح قوي، ده بيغير في عالم الصورة كتير، بيغير في نقاء الصورة، فده أحيانا ممكن يناسبك إذا أنت عايز تطلع صورة وتحطها وسط صورة تانية فيها نفس درجة عدم النقاء القوي ده، فبيبقى في فرق بين الصورتين، فبتعمل الفلتر ده بحيث إن أنت تغير الصورة تبقى بدرجة جودة صورة تانية. نفس كل العمليات اللي احنا عملناها دي تقريبا ممكن تطبقها على صورة كاملة، او تعمل سيليكشن في جزء من صورة وتشتغل على الجزء ده وبس.